افضل 4 حمام كريم منتجات مصريه مناسبه جدا للناس اللي بتشتكي ان شعرهم بيتساقط وعندهم جفاف في الشعر وهيشان وتكثف، هما بدون ترتيب خالص: السيرو بايب، كلاري، تويست اند جو، الهير ديلي. وشكرا. 3 حمامات كريم تحت ال 150 جنيه لازم تجربوهم، والاهم ان كلهم موجودين على نون. انا اكتر حاجه دفعت فيها فلوس في حياتي واكتر حاجه جربتها هي حمامات الكريم، علشان هم اكتر حاجه انا بحبهم، فانتوا خدوا مني وما تدوروش ورايا. والاهم واحد الهير ريبير ماسك من ذا باسلاند، مش فاكره بصراحه دي العلبه الثانيه ولا الثالثه، بس الاهم انها مش الاخيره برضو، وانه كل ما يخلص انا هجيبه تاني. الهير ماسك ده بجد سحر، من اكتر الحاجات اللي حطيتها على شعري وفعلا بترطب، مش ترطيب عادي، ترطيب الزحلقه، زحلقه من غير تلزيق، يرطب الشعر في ساعتها على المدى الابعد. الهيشان بيقل بشكل ملحوظ. ده اكتر واحد لو جربتوه بجد هيعجبكم. 2 اللي بعدهم من جارني، بجد اللاين ده اكتشاف، لهم حلوين قوي، بس دول اللي انا جربتهم والاتنين احلى من بعض. كل واحد اللي بالبابايا ده ريبيرنج هيرماس، ده اكتر للشعر التالف، ريحته حلوه حلاوه، دول بينفعوا كحمام زيت وحمام كريم وكمان ليف ان، ترطيبه متوسط بس هو بيشتغل اكتر على انه يصلح الشعر التالف. اما بقى اللي بالصبار وجوز الهند فانتوا مش متخيلين الترطيب، قال الشعر العادي بس ده بجد اكتر واحد تقريبا بيرطب فيهم. الالوفيرا وجوز الهند طبعا معروفين بترطيبهم، التلاتة احلى من بعض بنفس الترتيب اللي انا قلت لكم عليه، كلهم موجودين على نون، وبعد الديسكاونت كود بتاعي سعرهم كلهم هيبقى تحت ال 150. هسيب لكم هنا اكواد خصم النون، لو جربتوهم ولو عايزين جزء تاني قولوا لي تحت في الكومنتس.